أبانا الذي في السماوات. تفضل ارتاح. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. حقيقة النهارده يمكن نخرج عن دايره العهد القديم اللي اتكلمنا فيها. احنا عملنا يمكن 10 محاضرات عن العهد القديم. هنتكلم النهارده محاضرتين عن بولس الرسول. المحاضره الاولانيه هي مقدمه عامه عن رسائل بولس الرسول. المحاضره الثانيه عن علاقه بولس الرسول بالعهد القديم. طبعا اسكندريه بتشتي اليومين دول، وعلى فكره انا بحب اسكندريه قوي لما تشتي. يعني احلى ايام قضيتها لما كنت في الجيش، كنت هنا في اسكندريه، كانت الدنيا بقى لما تشتي توصل الدنيا الجو يتحسن كده والهواء يبقى حلو، يعني ذكريات حلوه. عشان نتكلم عن بولس الرسول السيستم ده مختلف شوية عن ال بولس الرسول كتب 14 رسالة في العهد الجديد. كل رسالة تقريبا فيها ثلاث أجزاء رئيسية. دايما الجزء الأولاني عقائد إيمانية، الجزء الثاني مشاكل كنسية، الجزء الثالث سلوكيات مسيحية. عقيدة في الأول، مشكلة في الكنيسة وهو بيحاول يحلها، وبعدين سلوكيات مسيحية عامة في الآخر. وبالتالي الجزء الأولاني دايما إلى حد ما صعب شوية عند بولس الرسول عادة، يعني مطلع الرسالة في الأول. يعني أسهل جزء دايما هو الجزء الإيه؟ الأخير الثالث. الجزء الأخير الثالث هنحاول ان احنا حاجة. هنبتدي نشوف الرسائل بتاعت بولس، نعمل عليها كده ايه زي ما بيقولوا مرور سريع على كل الرسائل، نحاول ان احنا نشوف الكلام ده متطبق ازاي. العقائد الإيمانية مثلا هنلاقي المسيح رأس الكنيسة في رسالة كولوسي، هنلاقي التبني لله في المسيح يسوع في رسالة أفسس، هنلاقي حياة البر في المسيح في رسالة روميا، هنلاقي المجيء الثاني وإنسان الخطية في رسالة تسالونيكي، هنلاقي المسيح كمال العهد القديم في الرسالة للإيه؟ للعبرانيين. بالظبط كده. مشكلات كنسية، هنلاقي مشكلة اسمها التهود في روميا وغلاطيا. كان اليهود مصرين ان الانسان لازم يصير يهوديا الاول قبل ما يروح المسيحية. طبعا بولس الرسول كان رافض فكرة التهود تماما. هنلاقي مشكلة الانقسامات في كورنثوس، هنلاقي مشكلة الغنوصية في كولوسي. طبعا انتوا درستوا الغنوصية، اله الشر واله الخير، وان اله الشر ده بتاع العهد القديم، اله الخير بتاع العهد الجديد. قصة كده بيسموها الدواليزم الثنائية. يعني هنلاقي تنظيم الخدمة في الرسائل بتاعت الاتنين بتاعتي مساوس ورسالة تيتوس، ازاي ينظموا الخدمة في الكنائس بتاعتهم. السلوكيات المسيحية هنلاقي حاجات زي ايه؟ فرحا مع الفرحين بتاعت روميا وبكاء مع الباكين. تسالونيكي هيقول لك شجعوا صغار النفوس. كولوسي هنلاقيها محتملين بعضكم بعضا. اعتقد ان انا مرة عملت عزة عن الاية دي، قلت كده، معرفش توافقوني ولا لا، قلت بقت من اصعب الايات اللي ممكن تتطبق في هذا الزمان. محتملين بعضكم بعضا، مسامحين بعضكم بعضا. لحد قادر يحتمل حد ولا حد قادر يسامح حد؟
محبة المال أصل كل الشرور هتلاقيها في تيموساوس. أطيعوا والديكم في الرب هتلاقيها في أفسس. وبالتالي أنا بس بنقي نوعية من السلوكيات اللي هو ذكرها في الرسائل بتاعته. إذن احنا متفقين على ثلاث أجزاء. الجزء الأول عقائد إيمانية، الجزء الثاني مشكلات كنسية هو بيحاول يحلها أو يبدي رأي فيها، وسلوكيات مسيحية اللي احنا كيف نسلك كمسيحيين في هذا العالم. هنبتدي بتسالونيكي الأولى والثانية. مرت ضيقات كتير على الكنيسة دي، وبعدين هو ما قدرش يروح يزورهم، فاضطر انه يكتب لهم الرسالة الأولانية والرسالة الثانية. أرسل لهم الرسالة على ايدين تيموساوس ليثبتهم في الإيمان. بيقول يا جماعة انتوا بتمروا بضيقات بسبب الناس اللي معاكوا، زي الكنيسة اللي في أورشليم ما مرت بضيقات مع اليهود اللي حواليهم. بس افتكروا دايما، هو بيقول كده يعني، ان الضيق للتزكية. عشان نتزكى في المجيء الثاني لابد ان احنا نمر بمرحلة من الضيقات. يبقى بالتالي بيقول لهم يا جماعة ما تقلقوش، الضيقات اللي بتمروا بيها دي هتبقى سبب تزكية ليكو، سبب تزكية ليكو. طبعا عشان يتكلم عن المجيء الثاني اتكلم عن انسان الخطية، عن ضد المسيح، وقال يا جماعة احذروا الذين يسلكون بينكم بلا ترتيب. الانسان اللازم مش عايز يشتغل ما ياكلش، لازم يعيش ويشتغل ويثبت وجوده في هذا في هذا العالم. تسالونيكي اولى وتانية. روميا وغلاطيا، روميا وغلاطيا اتكلم عن التبرير بالايمان العملي. التبرير دايما في مشكلة في ما يسمى المصطلحات المستخدمة عند بولس الرسول. هو بيقول متبررين مجانا بنعمته. مرة برضو عملت عظة عن متبررين مجانا، كنت في بيت الخيل وحتى لسه منزلتش خدمة، وقلت لهم عادة الارثوذكس ما بيعملوش عظات عن موضوع متبررين مجانا، اخواننا الغير الارثوذكس هم اللي بيعملوا العظات بهذا الموضوع. قعدت ادور مين كتب في هذا الموضوع، ما لقيتش غير كتاب واحد بس بيتكلم عنه، كتاب الخلاص في المفهوم الارثوذكسي للبابا شنودة الثالث. بصراحة هو الكتاب الوحيد اللي يعني كان شارح المفهوم الارثوذكسي بتاع هذه الجملة، متبررين مجانا. اولا عشان نفهم الموضوع ده، لانه بيكرر كتير في رسائل بولس الرسول، لازم نفهم ايه اللي يقصده بكلمة البر، وهل في فرق بين البر والبراءة ولا الاثنين زي بعض؟ في فرق ولا فيش فرق؟ في فرق. لو انا مديون بألف جنيه، او بلاش ألف جنيه، قول مثلا 10,000 جنيه، لو انا مديون ب10,000 جنيه معيش ولا مليم، هيعملوا فيا ايه؟ هتسجن، يرفعوا عليا قضية ويسجنوني. لو واحد حلو كده قال انا بحبك قوي يا فلان ومرضاش ان انت تتسجن وتتبهدل، انا هدفع لك ال10,000 جنيه. لما دفع ال10,000 جنيه انا خدت ايه؟ انا خدت براءة. بالظبط كده. السؤال اللي هيتسأل، انا خدت براءة معايا كم مليم في جيبي؟ ولا حاجة، زيرو. يعني انت فاهم ازاي؟ ده انا كفاية ان انا الدين اللي كان عليا اتشال، فبالتالي انا كده وصلت للبراءة بس. لكن الاخ ده قال لك ايه؟ قال لا انا بحبك قوي برضو، انا يعني ما ارضيش ان انت تعيش كده على الحديدة زي ما بيقولوا، ده انا هديك كل اللي عندي، كل ما هو ليك هديهولك. بالتالي انا اصبحت في وقت ده غني جدا. ليه؟ بمقدار ما هذا الاخ عنده. انا ما املكش حاجة. يبقى انا الخطوة الاولانية خدت لكن الخطوة التانية انا خدت بر. حد خد باله بقى؟ احنا في المعمودية خدنا اولا مغفرة خطايا، يبقى بالتالي وصلنا لمرحلة البراءة. لكن المعمودية مش بس مغفرة خطايا، ده المعمودية هي بنوة لله، وبالتالي صار كل ما هو لله هو لي. فاكرين الأب لما قال لابنه كل ما هو ليك فهو لك، انت الآن على حتة جدي.
خدت البراءة يوم ما خدت غفران خطايا، لكن لما خدت بنوة لله أنا خدت البر. ومش بس كده، ده أنا خدت سكن الروح كمان. تواخدين بالكم الفرق؟ إذا أنا في المعمودية خدت حاجات عالية جدا، خدت البر في المسيح، خدت البر في المسيح، كل ده أنا خدته وما دفعتش حاجة. ده المسيح هو اللي إيه؟ اللي اتصلب على الصليب، هو اللي قام من بين الأموات. وأنا لما بتعمد، أنا بتعمد على مثال موت المسيح وقيامته. خد بالك إن بولس الرسول لما قال متبررين مجانا بنعمته، بقيت الآية بتقول يا حد يعرف، يقول لك لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لنسلك فيها. إذن أنا فعلا خدت البر مجانا، متبررين مجانا، بس خدته مجانا عشان أسلك في أعمال صالحة. وفي نفس الوقت في مرة تانية في رسالة غلاطية يقول لك كده، هو يا بولس أحسن إن الإنسان يختتن ولا الإنسان ما يختتنش؟ الختان ولا الغرلة؟ البص، لا الختان ولا الغرلة، أمال إيه اللي ينفع؟ قال الإيمان العامل بالمحبة. إيمان يظهر في شكل أعمال إيه؟ أعمال محبة. إذن واضح إن بولس الرسول عنده فكرة معينة، أن الله أعطانا البر مجانا لكي نسلك في أعمال صالحة. أعطانا البر مجانا، متبررين مجانا بنعمته، لكن لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لنسلك إيه؟ لنسلك فيها. إذن إذا كان هو بيرفض ما يسمى أعمال الناموس، بيرفض ما يسمى أعمال الناموس، لكن بيؤكد على أعمال الإيه؟ أعمال المحبة. واضح الفرق ده؟ لأن عشان تقرأ روميا وتقرأ غلاطية لازم يبقى عندك المفهوم ده. هو بيهاجم أعمال الناموس، الغسلات والفرائض وحفظ السبت و و و و و دي أعمال ناموس. قال لك كل أعمال الناموس دي متجيبش بر. مال إيه اللي يجيب البر؟ الإيمان بالمسيح. لكن هو بيؤكد على أعمال الإيه؟ أعمال المحبة. دايما أنت بتقرأ بولس الرسول لازم يبقى عندك النقطة دي. هو بيهاجم أعمال الناموس لكن بيؤكد على أعمال المحبة. بالتالي الناموس عند بولس الرسول، الناموس هو مؤدبنا للمسيح، هو اللي بيعلمنا ازاي نعرف المسيح، هو اللي بيودينا أو بيشاور لنا على المسيح. وبالتالي إذا كنا احنا هنلبس المسيح، يقول لك البسوا المسيح عشان نأتي بثمر. وثمر الروح هو محبة، فرح، سلام، طول أنا ماشي. إذن دي النقطة الأساسية اللي بيدور حواليها رسالة روميا ورسالة غلاطية. كورنثوس الأولى والثانية بتتكلم عن الصليب هو قوة الله. وإذا كان الصليب هو قوة الله، فالقيامة هي زي ما بيقولوا الوجه الآخر من العملة. فابتدى يتساءل سؤال في كورنثوس الأولى 15، ماذا لو لم يقم المسيح؟ يعني لو ما قامش المسيح كان إيه اللي حصل؟ قعد بقى يعمل زي ما بيقولوا كده البرهان السلبي. يعني إيه البرهان السلبي؟ البرهان السلبي معناه لو الحاجة دي ما حصلتش كانت إيه النتائج اللي تحصل؟ فهو هيفترض ماذا لو لم يقم المسيح، المسيح ما قامش ايه اللي يحصل؟ قال لك تبقى باطل كرازتنا، نوجد نحن شهود زور، يبقى انتوا لسه في خطاياكم، يبقى كذا ويبقى كذا ويبقى كذا. اذا هو عمل ما يسمى البرهان السلبي، لو ما كانش حصلت القيامة فكانت النتيجة تبقى كذا وكذا 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 وكذا. اتكلم عن نقطة في كورنثوس الاولى 7 برضو، الزواج والبتولية. قال انتوا بعتين تسألوني ان الانسان ما يتجوز. لا يا جماعة، انا ما قلتش كده، انا بقول ان الزواج مقدس، لكن بقول كمان ان من يتزوج يفعل حسنا ومن لا يتزوج يفعل ايه؟ احسن. لكن الزواج مقدس. اتكلم في مشكلة تانية بتاعت ما ذبح للاوثان. اللحمة دي اتذبحت للاوثان وبتتباع في الملحمة، مكان بيع اللحمة، يعني ناكل منها ولا ما ناكلش؟
قال لو كان الطعام هيعصر اخي ها فلن اكل لحم خالص. عارف هو هنا حط قانون اعلى من قانون اكل ولا ما اكلش. اصل في قانون كده ايه عند برضو الجماعة يعني قريبين مننا، الحاجة دي حرام ولا مش حرام، حرام ولا حلال كده يعني. فهو حط قانون اعلى من كده اسمه قانون المحبة. انا بحب اخويا ومش عايز اخسر اخويا ومش عايز اعسر اخويا، فلو كان اللحمة دي هتأكلني هتخليني اخسر اخويا واخويا يعثر منها فانا مش هاكل لحمة خالص. ليه؟ لاني بحب اخويا اكتر من موضوع اكل اللحم. ودي نقطة مهمة جدا في حياتنا، ان احنا نحط قانون المحبة اعلى من اي قانون تاني، نحط قانون المحبة اعلى من اي قانون تاني. اتكلم عن خدمة القديسين، قال يا جماعة ما فيش داعي لما اجي نقعد نلم فلوس وكده، اللي يقدر يحط كل اسبوع او كل يوم او كل فترة حاجة معينة نحوشها، وانا لما اجي لو لقيت ان المبلغ كبير هاخده بنفسي ووديه اورشليم او هبعته مع حد من الناس. بيشجعهم انهم ايه؟ يعطوا للايه؟ للفقراء بتوع اورشليم، يعطوا للفقراء بتوع اورشليم، وبالتالي هو بيحسهم على العطاء. المعطي المسرور ايه؟ يحبه الرب. وفي رسالة تانية كان اتكلم على النقطة دي في فيليبي، قال ان انتوا اكتر كنيسة ساهمت معايا في حساب العطاء والاخذ، رغم ان بتوع فيليبي يعني حالتهم الاقتصادية اضعف كتير من بتوع كورنثوس. كورنثوس كانت مدينة مستواها الاقتصادي عالي، ومع ذلك احتاج يعمل لهم اصحاحين يحسهم انهم يدفعوا، في حين ان فيليبي كانت من الرسائل او من المدن اللي يعني حالة الاقتصادية بتاعتها متوسطة، لكن كان عندهم سخاء في العطاء، سخاء في العطاء. كورنثوس الثانية كان دافع عن رسوليته، الناس اتهموه قالوا ان ده لا شاف المسيح ولا ينفع رسول، فابتدى بقى ايه يدافع عن رسوليته ان هو رسول. قال ألست انا رسولا؟ ده اذا كانوا هم عبرانيين فانا بالاولى، اذا كانوا هم اسرائيليين فانا بالاولى، اذا كانوا هم بيتبعوا المسيح ويؤمن فانا بالاكتر، ده انا اكتر واحد انضربت واكتر واحد اتهنت واكتر واحد رجمت واكتر واحد اتكسرت بيا السفينه وانا ابتدى يتكلم. قال كده جعلتوني كمختل العقل، ما كانش يصح ان انا اقول الكلام ده، لكن لان انتوا اجبرتوني ان انا دافع عن رسوليتي. حقيقة برضو ايه، الانسان لما بيقرا رساله زي دي بيحاول يستشف مشاعر الانسان اللي بيكتبها. ما اعرفش بتاخدوا بالكم الحكايه دي ولا لا، انسان اللي بيكتب الكلام بيبقى فيه مشاعر معينه، ترى كان حاسس بايه، حاسس بايه. طبعا الموضوع ده تعبه جدا. ليه؟ مش تعبه عشان هو شخصيا، لكن تعبه لان هو يعني مسؤول عن كنيسه، مسؤول عن شعب، ودول بيشككوا في رسوليته في خدمته. فقدم كشف حساب، بس الكشف الحساب اللي هو قدمه عالي علينا قوي. يعني انا كانسان خادم مهما كنت لما ببص للليستة اللي هو كاتبها اقول مين هيستحمل ده كله يا بولس، مين هيستحمل ده كله؟ في الضربات اوفر في السجون اكتر، رجمت مش عارف كم مرة، كسرت بيا السفينة 3 مرات، وا 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 وا. مين هيعمل او هيقرب من يعني حط يعني عارف ازاي يقول لك ايه، حط مثل او يعني عالي قوي، عالي قوي بالنسبة للناس الخدام الغلابة اللي زي حالاتي يعني. رسائل السجن، عندنا 3 رسائل للسجن وفي واحدة رابعة هنتكلم عنهم. أفسس اتكلم عن الكنيسة جسد المسيح. طبعا هو له رسائل السجن دي كتبها لانه كان موجود في السجن، وعلى ما يبدو او من الواضح انه كان بيمليها لحد، واضح من يعني التعبيرات اللي موجودة انه ايه بيمليها لحد. افسس قال ان الكنيسة جسد المسيح، في حين انه في كولوسي قال المسيح هو رأس الايه، رأس الكنيسة. برضو من الرسالتين دول انا دايما افضل لما حد يدرسهم يدرسهم مع بعض، زي روميا وغلاطيا.
برضو الى حد ما المحور الاساسي بتاعهم قريب من بعض، فافضل دايما ان افسس وكولوسي يتقروا مع بعض. فيليبي بيتكلم عن وحدانية الروح. طبعا في رسالة فيليبي هتلاقي افرحه ها كل حين، واقول ايضا ايه افرحه، ده انت مسجون يا بولس، ده انت مربوط من ايديك ورجليك، ده انت حالتك جوه في السجن صعبة جدا. قعدنا مرة نعمل تصور للسجن اللي كان مسجون فيه بولس، يا ترى السجن ده كان شكله ايه؟ فكل واحد بقى ايه، عارفين لما نفتح حوار زي ده كل واحد يقول له ايه رأي، يعني قصدي برضو موضوع نقدر نستشفه، ما نقدرش يعني مش واضح في الكتاب المقدس لكن نقدر نستشفه. فواحد قال جملة حلوة قوي، قال في رسالة من الرسائل بتاعة تيموثاوس الثانية، قال كده، قال العباءة الذي تركتها عند كاربوس في تروح هاتها معاك وانت جاي، ها يبقى معناه ايه؟ ان الدنيا ساعة بالظبط كده، بادر ان تجيء قبل الشتاء، معناه ان الشتاء في المكان اللي هو فيه شكله ايه؟ تلج. يقول له كده احضر الرقوق الكتب ولا سيما الرقوق، معناه انه عايز يقضي الوقت ايه في السجن، يقرا او حد يقرا له او حد يقرا له. في تخيلي ان الرقوق بتاعه العهد القديم والكتب بتاعه يعني كتابات الحديثه، يعني لان انت عارفين كان زمان المخطوطات العهد القديم بتتكتب على روله تتفرد رقوق، في حين ان الما يعني كتب بعد الميلاد بيتكتب زي كودكس، بيسموها كودكس، كتابات صغير كده متخيط من ورا. يعني عايز اقول ان هو كان حتى وهو في السجن بيدور عايز يقرا وعايز يكتب وعايز ايه يتعلم اكتر ويفتكر اكتر ويراجع اكتر، يقضيه بطريقه مقدسه. كان مره كده عملنا يعني زي مناقشه حوالين نوعيه السجن اللي كان فيها بولس الرسول. لو تاخدوا بالكم برضو من سجن فيليبي لما كان مسجون في فيليبي، يقول لك كده عن قائد السجن او حافظ السجن، اخذ مشعل ونزل يفتقد الايه، يفتقد المسجونين، معناه كده ان المسجونين قاعدين في حته شكلها ايه بالظبط كده، ما هو انت بتقرا من بين السطور، يعني معناه ان المكان ضلمه وانهم مدفونين تحت الارض في حتت تحت الارض، وانه محتاج عشان ينزل يشوفهم موجودين ولا لا ياخد مشعل معاه. اذا احنا بنتخيل الصوره عن السجن في هذا الايه الزمان اللي كان محبوس فيه بولس الرسول. بالظبط، يبقى معنى كده ان حافظ السجن كان في حته منوره لكن دول في حته ضلمه. محتاجه برضو الواحد يتخيل، يعني هي دي نقط تخيليه بتبقى، بس مهم ان الواحد يبقى عنده تصور للواقع. يعني اول حاجه طبعا في رساله فيليب الفرح، اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس، ارفعوا عينيكم للسماء، يعني هو في السجن والسجن زي ما بيقولوا ضلمه وحالته حاله، وهو رافع عينيه فين؟ اطلبوا ما فوق حيث المسيح، ان كنتم قد قمتم مع المسيح ها فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. فوق ايه يا بولس؟ ده انت مدفون في قعر السجن من تحت. بس عينيا فين؟ في السماء. سلكوا بالمحبة التي هي رباط الكمال. ايه انجلو فين؟ انجلو قوية. الرسائل الرعوية هي تيموثاوس أولى وتيموثاوس ثانية وتيتوس. سمات الراعي وتنظيم الخدمة دي أهم نقطة فيها. تيموثاوس الأولى بيقول لك الاهتمام بكل أحد. تيموثاوس الثانية بيقول له جاهد قانونيا، لن يكلل أحد إن لم يجاهد قانونيا. تيتوس بيقول لك القدوة في العمل والنقاوة في التعليم. رسالة بتاعت فيليمون هي برضو من رسائل السجن، يعني كتبها وهو في السجن، كان بيبعت لفيليمون بيقول له اقبل الخاطي، العبد الخاطي اقبله، يقول لك كده كأني أنا اللي إيه؟ كأني أنا اللي جاي لك. ومن النقط الحلوة في رسالة فيليمون يقول لك إيه؟ يقول لك في النص كده يقول لك أنا بولس كتبت بيدي. الجملة دي معناها إيه؟ معناها إن الجزء الأولاني ده كله كان بيمليه لحد، لكن جه عند حتة معينة وكتبها هو بإيه؟ بإيده، خط إيده يعني.
فبالتالي برضو احنا كده نفهم ان هو لما كان في السجن كان اغلب الرسائل بيمليها لحد مش هو اللي بيكتبها، يبدو انه كانت ايديه كمان متأيدة. برضو اقول لك يعني ايه، هي نقط بتبقى بين السطور بس بنحاول ان احنا نلمحها. نعم بالظبط، واضح طبعا ان هو بيكتب وشكل الخط مختلف. شكل الخط مختلف، وفي حتة معينة قال كده بيدي انا بولس. يعني معنى كده ان اغلب الرسائل اللي كانت في على الاقل الرعوية اللي في اسفل السجن كلها هو ايه ملاها لحد. رسالة العبرانيين بصراحة دي من رسائل الرائعة في الربط بين العهد القديم والعهد الجديد، من الرسائل الرائعة اللي بتربط بين العهد القديم والعهد الجديد. المسيح هو كمال العهد القديم. يا جماعة إذا كنتوا شايفين العهد القديم فأنتوا شايفينه في صورة قليلة قوي، لأن أنتوا مش شايفين المسيح. لما تشوف المسيح هتلاقي العهد القديم ده ينور. المسيح هو كمال العهد، هو أعظم الملائكة، أعظم من موسى ويشوع وهارون وملكي صادق، اعظم من شخصيات كتير، اعظم من رئيس الكهنة. وابتدى يشرح لنا الحياة او الاعمال او الذبائح اللي بيقدمها رئيس الكهنة قد ايه كلها بترمز للمسيح. وفي الاخر جاب بقى ابطال الايمان وسحابة الشهود، قال لنا سحابة شنود هذه ايه مقدارها، محيطة بنا، احنا لازم نطرح عنا كل ثقل وكل خطية عشان ايه نحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. رسالة العبرانيين الى حد ما مختلفة شوية عن بقية الرسائل الى حد ما. ايه اللي انا اتمناه مع رسائل بولس الرسول؟ طبعا انا بس عملت زي ما بيقولوا كده ايه سناب شوت، يعني سريع كده لقطات سريعة من كل حاجة في الرسائل بولس الرسول. يهمني قوي ان انت ما تتهش في الرسالة. يعني ايه ما تتهش في الرسالة؟ يعني انت داخل رسالة مثلا الرسالة بتاعت روميا، انت داخل وعارف ان الفكرة الاساسية بتاعتها كذا، وبالتالي هو بيحاول انه يثبت كذا، وبالتالي انت داخل وعارف انت رايح فين. مفردات الاساسية زي ما شرحت لكم، مفرد التبرير، النهاردة احنا هنخصم لانجلو نص شهر عشان ما طلع لناش الشاشة على الكمبيوتر. يعني بصراحة يعني التكنولوجيا النهاردة مش شغالة كويس. اهم حاجة قبل زي ما بقول قبل ما اخش الرسالة، وعادة ابونا تدرس يعقوب بيعمل مقدمة حلوة جدا عن الرسالة قبل ما بيبتدي يشرحها، او ابونا داود لمعي لما بيعمل عظات عن رسالة بيعمل برضو العظة الاولانية بتبقى زي مقدمة عن الرسالة. فبالتالي مهم قوي ان انت قبل ما تخش في الرسالة تبقى على الاقل سمعت العظة بتاعت المقدمة عن الرسالة، عشان ما تخشش وتحس ان انت داخل في منطقة يعني فاهمها. ماشي، التلات اجزاء الرئيسية واضحين تقريبا في كل الرسائل، عقيدة في الاول، مشكلات بيحاول يحلها، وبعدين سلوكيات في الاخر. ايات حلوة للحفظ، كلنا طبعا حافظين ايات كتير من بولس الرسول، ويهمني برضو ان احنا كل ما نقرأ كل ما نحفظ اكتر. ايه الافكار اللي ممكن ننفذها في حياتنا من السلوكيات المسيحية؟ ازاي ان احنا نستفيد بيها؟ ازاي ان احنا ننفذها في حياتنا؟ انا برضو عملت مقدمة يعني زي ما بقول كده سريعة عن رسائل بولس الرسول. ايه هناخد ريست 5 دقايق ولا 10 دقايق؟ 10 دقايق وهنكمل بقى بولس الرسول ازاي بيشوف العهد القديم، كيف يرى بولس الرسول. طبعا احنا عارفين ان بولس الرسول كان فريسي، ابن فريسي، بالتالي كان له نظرة معينة فين في العهد القديم. المرة الجاية المحاضرة اللي جاية هتبقى عن بولس الرسول والعهد القديم. لإلهنا المجد دائما ابديا امين.